عاشور جاوب بقى اجاوب على سؤالك. يعني انا بقالي مثلا سنتين مركز ان انا اعمل افلام كوميدي، وان شاء الله اعمل افلام كوميدي لمده لو ربنا اداني عمر يعني في العشر سنين الجايين. يعني الناس مش عايزه، الناس اوريدي تعبانه وزهقانه فنسليهم نضحكهم. طبعا التظاهر في الفيلم دوت يعني من غير استعانات عن التاتو في الفيلم دوت، فانا كنت عايز اسالك انت ازاي عملت الموضوع دوت وانت بتحضر الفيلم؟ احنا بنحط ميك اب وبيبقى يعني ضد الميه ضد النار. ميك اب كحولي؟ ميك اب ما بيطلعش الا بالكحول اللي هو الكحول الطبي. في